معاك رساله حبيت تقراها. هذه الرساله جابا حبي يقراها، انا ما نقولش لمرت بابا لكن حبي يقراها ليمه. تفضل اقراها. شاءت الاقدار ان ترحل عنا امنا الى دار الاخره رحمها الله اسكنها فسيح جنته، وان نصير يتم الام. شاءت الاقدار اذن ان ترحل تاتي زوجه ابي، وكانت مهمه صعبه عليها فلم تتحمل ورحلت عنا. اليوم أشد من هذا المقال، أطلب منك العودة إلى البيت، لا داعي لي أن أخبرك كم علينا بعدك. أعود ولك جدا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليدين كافتين في الجنة، أشار إلى السماوات الوسطى. تكبر في الطفولة يوما على عودي كي تعود البسمة إلى وجوهنا والفرحة إلى قلوبنا، وكي أرى الأزهار ملونة فإني لم أعد أراها كذلك. أخجل من دمعي.